الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذا الفيديو نبعته للفريق الوطني الجزائري لكرة اليد بمناسبة دورة كأس إفريقيا للأمم، وهذا لتشجيع هذا الفريق الشاب إن شاء الله بالتوفيق، وكل سكان عنطايا محبين لكرة اليد ومن الجزائر بأسرها نتمنى لكم التوفيق يا فريق الوطني الجزائري من تونس، وتونس راكم في بلادنا بالتوفيق إن شاء الله.